وهذه بنتي باسل مريضة الآن جبناها عند الطادية قلنا إن شاء الله يكون خير وجت الطائرة وضربت علينا للبيت وخرجنا هاربين من هنا صنعاء من سبب الشظية وصلت لشظية صايرة للبنت هذه حجرة مش يعني شظية بس من حق الحرب والله كان عاد معلش بس كل ما زاد الحرب زادت التوتر بالبلاد زاد والله ما أقول له خير يعني كان عاد الحمد لله في أسعار يعني هابطة شوية لم اليمن ما زاد الحرب كل شيء على وكل حاجة يعني تضاعف خلاص كل شيء وزوجي علشان يصير يدور العمل ضاع ما نعرفش الآن عنه إيش والآن ما الحمد لله بقية ربع معي وحامل والله نحس يعني ضيق بس الواحد يستحمل الإنسان علشان عياله إذا رفع هذا الحرب فلي إن شاء الله ربنا يصلح كل شيء.